ما تنساش تعمل لايك واشترك في قناة الجنايني حبيب. واحد بلدياتنا قاعد بقى يشرب حشيش على جوزي، فالمباحث طبت عليها، راحوا ماسكينه الجوزة دي بتاع مناد، قال له بتاعك يا بيه، الحشيش ده بتاع من يالي، قال له بتاعي يا بيه. خدوا حطوه في الحجز، والصبح بيسالوه تاني، الحشيش ده بتاع من يالي، قال له مش بتاعي يا بيه. طب والجوزة بتاع من يالي، قال له مش بتاعتي يا بيه. قال له امال انت امبارح قلت بتاعي يا يالي؟ قال له امبارح كنت مسطول يا بيه. ما تنساش تعمل لايك واشترك في قناة الجنايني حبيب عم احمد.